صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد. وهنتكلم النهارده عن مشكله بتواجه اغلب الناس، وان نسخه الويندوز اللي عندك تسقط تماما وما تشتغلش تاني. ويمكن دي تكون اصعب لحظه في حياتك لما تيجي تشغل الكمبيوتر الخاص بيك وتلاقي نسخه الويندوز ما بتفتحش تماما او النسخه سقطت تماما. وهنا هتبدا تفكر انت البرامج بتاعتك والتعريفات وكل الاعدادات اللي انت عاملها على الويندوز قبل كده راحت تماما. يعني انت هتاخد يوم تقريبا تاني بعد ما تسطب الويندوز الجديد علشان تبدا تظبط الحاجات دي. ودي طبعا كارثه بالنسبه لك. والمشكله دي بكل بساطه ليها حل بسيط جدا وميزه موجوده في الويندوز في النظام نفسه، مش محتاجه برامج خارجيه. وهي بكل بساطه انك تقدر تاخد نسخه احتياطيه من نظام التشغيل بالكامل، من البرامج، التعريفات، الحسابات اللي موجوده جوه الويندوز بتاعك، حتى الاعدادات بتاعتك، حتى الحاجات اللي موجوده عندك على سطح المكتب بكل سهوله، وتقدر تحتفظ بيها عندك بحيث ان انت تقدر ترجع لها بكل سهوله تاني وتثبتها من جديد بدون الحاجه لتثبيت نظام التشغيل. وهنا انا ما بتكلمش على الريستور بوينت او نقطه الاسترجاع، انا هنا بتكلم عن نسخه احتياطيه من النظام بالكامل، يعني من البارتيشن بالكامل، اللي هو وقت لما نسخه الويندوز تقع منك تماما تقدر ترجع للنسخه بتاعتك بكل سهوله على اخر باك اب انت كنت عامله قبل كده. طيب ازاي بقى تعمل نسخه احتياطيه، وازاي تتعرف على الميزه اللي موجوده عندك في نظام التشغيل، وازاي ترجع النسخه الاحتياطيه بكل سهوله؟ وعلشان تعمل كده اول حاجه هتعملها هتبدا تفتح الكنترول بانل اللي موجود عندك في نظام التشغيل، وبعد كده بتختار اول اختيار على الشمال عندك من فوق واللي هو السيستم اند سكيورتي، وبعد كده بتختار الاختيار اللي اسمه باك اب اند ريستور، وبين قوسين هتلاقي مكتوب ويندوز 7. وبعد كده في القائمه اللي موجوده على الشمال عندك هتختار كرييت سيستم ايمج. بعد كده هتظهر لك نافذه فيها ثلاث اختيارات، اول اختيار موجود فيها وهو بيقول لك هتحفظ النسخه الاحتياطيه اللي انت هتاخدها دي على انهي بارتيشن او على انهي هارد موجود عندك في الجهاز. والاختيار اللي بعد كده، ودي طبعا يعني شبه مستحيله شويه، بيقول لك هتاخد النسخه الاحتياطيه على اسطوانه، وده طبعا يعتبر شبه مستحيل لانك انت هتاخد نسخه من بارتيشن الويندوز بالكامل، يعني تقريبا 100 جيجا 120 جيجا، فطبعا مفيش سي دي مساحته 120 جيجا. وثالث اختياره انك تاخد نسخه احتياطيه وتعمل لها زي شيرنج او مشاركه على الشبكه الداخليه الموجوده عندك في الجهاز. طبعا احنا في حالتنا هنختار اول اختيار، وبعد كده هتظهر لك نافذه ثانيه هتحدد منها البارتيشن اللي عليه نظام التشغيل، وطبعا تقدر تاخد نسخه احتياطيه من اي بارتيشن ثاني، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على نظام التشغيل فقط. وبعد كده هتدوس على نيكست وهيبدا انه يحمل معاك، هياخد وقت شويه طبعا على حسب نظام التشغيل وعلى حسب حجم الملفات اللي موجوده عندك في الجهاز. وطبعا يفضل انك تضيف النسخه الاحتياطيه على بارتيشن يكون فاضي عندك علشان يقدر يشيل نظام التشغيل. وبعد كده هيجيب لك رساله فيها يس ونو، هتختار نو عادي جدا، وبكده تعتبر انت اخدت نسخه احتياطيه من نظام التشغيل اللي موجود عندك. طيب لو حصل مشكله في نظام التشغيل وعاوز ترجع للنسخه الاحتياطيه اللي موجوده عندك على الهارد قبل كده، بكل سهوله هتبدا ان انت تجيب يو اس بي عندك وتبدا تحرق عليها نظام تشغيل ويندوز 10. وطبعا انت هتقول لي ما نظام التشغيل وقع، ما انا بقول لك دلوقتي خلي يو اس بي دايما عندك 16 جيجا او 32 جيجا يكون عليها نظام التشغيل ويندوز 10 يكون احتياطي عندك دايما، وهتبدا بكل بساطه انك تحرق نظام التشغيل عادي جدا عندك على الكمبيوتر، ولكن مش هتعمل انستول لنظام التشغيل. ومن خلال واجهه تثبيت نظام التشغيل هتبدا ان انت تعمل ريستور للباك اب اللي انت كنت عاملها قبل كده علشان تبدا ترجع نظام التشغيل عندك يشتغل بكل بساطه. وفي نهايه الفيديو يا صديقي لو استفدت من الفيديو ده اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وزور مدونه جروب الصفحه على فيسبوك. ولو عندك مشكله تقدر تواصل معايا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى تعليقات على الفيديوهات بتاعه التيك توك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تواصل معانا على رسائل الصفحه كل يوم تقريبا من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب الا يوم الجمعه. وبس كده.